أستاذ أمير، قبل قليل قلت عبارة من ضمن جمل: أنا متأكد أن أمريكا ستلتحق بالمفاوضات. هذا ليس تحليل، أنا اعتقدت أن هذه معلومة. بالإضافة أريد أن تعلق على معلومة تواردت لي أن واشنطن قد أجرت فعلا مفاوضات، طهران أجرت مفاوضات سرية مع واشنطن، مفادها أنكم إذا انسحبتم أو سحبتم قواتكم من العراق فأننا سنتفاوض معكم ونقبل بالشروط التي ستطرح على الطاولة. سيد أمير، نعم. والله يا أستاذ نجم، أنا بجملة واحدة أقول لك، يعني هذه الرؤية وهذه الأفكار أضغاث وأحلام الذي يعرف السياسة الإيرانية والذي يعرف كيف تطبخ القرارات الاستراتيجية في طهران، إن كان على مستوى مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن كان على مستوى مجلس الأمن الوطني القومي الإيراني، وكذلك في بيت الإمام الخامنئي، نعم، المستشارين، نعم، والمراكز الاستراتيجية المهمة الموجودة في طهران. يعرف أن هذا الكلام لا محل له من الإعراب أبدا. يعني أمريكا ليست بالمستوى التي تفرض شروط على إيران، ما زال المفاوض الأمريكي يقف في باب الفندق في فيينا، إيران لا تسمح له أن يدخل، وما زال العلم الأمريكي خارج الصالة، لا تسمح له إيران أن يرفع في داخل صالة المفاوضات. كيف إيران تأتي وتتكلم بهذه اللهجة مع الجانب الأمريكي؟ ولاحظنا اليوم السيد رئيسي في أول لقاء صحفي مع الصحفيين في الداخل والخارج قالها بصراحة، يعني عندما سئل أنه لو تم الاتفاق وعادت الولايات المتحدة الأمريكية هل ستلتقي ببايدن؟ قال لا. اليوم إيران أكثر راحة وأكثر استراحة وأكثر قوة ولله الحمد، بسبب توكلها على الله، بسبب أنها ردعت كل المؤامرات والعقوبات والموانع التي وضعتها الإدارة الأمريكية، استطاعت أن تفعل اقتصادها الداخلي مع كل المشاكل الموجودة. هناك قاعدة شعبية قوية، هناك إمكانات كبيرة في المنطقة، وثبت ذلك كان في لبنان وسوريا وفي غزة مؤخرا وفي فلسطين المحتلة والوضع الذي نراه في اليمن. لذا أنا أعتقد اليوم محور المقاومة مرتاح، يعني وقوته عالية، عالية المستوى، هو الذي سيفرض شروطه على الولايات المتحدة الأمريكية. حسب اطلاعي أن الرسائل التي تأتي من أمريكا يريدون أن يتفاهموا، لكن إيران أضافت الآن شرطين، يعني كلما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق مع إيران، إيران تزيد في شروطها لأنها تريد الاطمئنان باعتبارها دولة استطاعت أن تعبر كل هذه المصائب خلال 4 عقود. لاحظنا اليوم أمس السيد عراقشي أضاف شرطين، الشرط الأول أعلنه والشرط الثاني لم يعلنه، نعم، وهي إيران تريد رسالة مكتوبة من القيادة الأمريكية ضامنة لأن لا تخرج الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا، والشيء الثاني رفع اسم السيد رئيسي من القائمة التي تسمى في أمريكا القائمة الإرهابية في موضوع حقوق الإنسان. يعني إذن إيران الآن تفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية.